Hi there, Sean Teal, former Aston Villa centre-half. This is a message for Trezeguet. Obviously I know all about your injury and how bad it was. I also know how difficult it is to come back from bad injuries. But obviously you're working with great staff at Villa. They'll be looking forward to getting you fit, ready for the new season, as obviously you will be. Anyway, this is just a short message to wish you all the best. Look forward to seeing you back on the field next season. Up the Villa. يعني برضه هو عمل، يعني هو وصل استون فيلا ان هم ياخدوا كاس انجلترا في 94، فبرضه الحاجات دي اعتقد الواحد بيبقى مبسوط بيها. اه طبعا بيبقى دافع ليها حلو جدا، ان انا اساطير زي دي بتتكلم عليا. الواحد دايما شايف، بدعي دعوه دايما من ربنا، يا رب اجعلني في عين الناس كبير وفي عين الصغير، اللي هو انا ما اشوفش نفسي انا حاجه اصلا. فالحمد لله الواحد مهما حد يتكلم، مهما يعمل، الواحد بيحاول ينزل اكتر، الواحد بيحاول يطاطي للكرة اكتر، عشان طول ما بتحترم الكرة هتديك، والحياة كلها هتديك. طول ما انت بتحترم، ما بتكبرش على حد، مفيش حاجة تستاهل انك تكبر على حد. بس الموضوع مش مستاهل، يعني مستاهل في الاخر انا بحاول اعمل مجهود. الحياة كده كابتن اسلام، الحياة كده، ربنا بيفتكرك في ثانية. الا هيتبقى هي السيرة الحلوة. اي حاجة تانية خلاص، كل حاجة انت عملتها، كل ده في ثواني ربنا بيفتكرك، خلاص مش هيبقى غير عملك وسيرتك الحلوة والحاجات دي.